نور، رح نبلش بأولى مساحاتنا بالمساحة الطبية، ورح نحكي اليوم عن مشكلة ممكن بيعاني منها كثير من الأشخاص، وخصوصا بفترة تغير الطقس واللي هي تعرف بانسداد الأنف، ويمكن بيعاني منها الشباب والصغار وأعمار مختلفة. أكيد سلمى، وبنشوفها خلال فصل الشتاء بشكل كثير كبير. انسداد الأنف المزمن هو يمكن نتيجة انتفاخ الأنسجة الأنف والأنسجة المجاورة للأنف، والعديد من الأسباب رح نتعرف عليها مع الدكتورة ميس حوراني، اختصاصية أذن أنف حنجرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة ميس، أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية خلينا نعرف الناس أكثر ونشرح شو يعني انسداد الأنف، وهل هو عرض أم هو حالة مرضية ممكن تصيب الأشخاص؟ هل هو مرتبط فعلا بتبدل الفصول ولا لا؟ هلا رح نبلش شغلة. هلا الأنف هو بداية الطريق التنفسي العلوي السني، لأنه لما يصير في عنا انسداد أنف نحن بنستعيد عن التنفس الأنفي بأنه نحن نتنفس من تمنا، فبصير الفم هو البداية. انسداد الأنف هو أي عائق بسبب صعوبة أو بيعمل منع تام لمرور الهواء عبر المدخل للجهاز التنفسي العلوي. فهلأ هو عرض ولا هو مرض؟ لا هو عرض. يعني نحن بس يجي المريض يشكي من انسداد الأنف فنحن بدنا نكتشف شو السبب، لأنه هي الأسباب الأخرى، الأسباب عديدة. فلا هو انسداد الأنف هو عرض، ما هو مرض، هو اللي بيخلينا نحن نشوف شو السبب، سواء عند الشاب، عند الطفل، عند الكهل وإلى آخره. طيب خلينا نحكي عن الأسباب اللي بتؤدي لانسداد الأنف، وهي أسباب كثيرة. بس أسباب كثيرة رح نضوي على أهمها يعني، أو خلينا نقول أشياء اللي بتيجينا نحن بممارساتنا. هلا طبعا نحن بدنا نميز بين الفئات العمرية، يعني أسباب الأنف عند الأطفال غير عند الشباب، وغير عند الأنثى بسن الحمل، غير عند الكهول. نحن بنتوجه على الأغلب حسب الفئة العمرية وحسب الفترة اللي صار فيها الانسداد، يعني هذا الانسداد حديث، هذا الانسداد صار له سنين أو كذا. هلأ عند الأطفال إذا نحن قفينا الأسباب التحسسية على جناب، أو نحن أمنا في شيء اسمه الناميات اللي هي بتكون بالبلعوم الأنفي اللي بتعملنا الأسباب الانسداد عند الأطفال والشخير، سبب كتير أساسي للأهل كتير بينصدموا. نحن أحياناً لما يطلع بيكون بكل بساطة أنه الطفل حاطط جسم أجنبي بأنفه، وهي الأطفال كتير بيحبوها، أنه بيمسكوا أي شيء وبيحطوه بالفوهات، بالأنف، بالفم، بالإذن أو شيء. وجود الجسم الأجنبي عند الأطفال هو سبب كتير أساسي. الأسباب الأشياء طبعاً هي الأسباب التحسسية، وخصوصا عندنا كثير نسبه كثير كبيره من الاطفال بيعانوا من الاسباب التحسسيه او ربو الاطفال اللي بسبب ضخامه بالانسجه. هلا اذا رحنا شوي لعمر الشباب، عندنا الاسباب التحسسيه هي السبب الاساسي، والاسباب شو بنسميها البنيويه، خلينا نقول في عندنا حاجز الانف الناصف اللي هو الوتيره اذا كان منحرف نحو احد الطرفين، بالاضافه لوجود السبب التحسسي اللي بسبب ضخامه بالمخاطيات، هو السبب الاشياء لحدوث الانسداد الانفي عند الشباب. ممكن يكون هذا السبب مترافق مع تشكلات لأنسجة نحن نسميها البوليبات، اللي هي نتيجة التحسس المزمن اللي بتصير مثل أكياس أو معبأة بسائل اللي بتسبب عنا هاي الأساس. في عنا أسباب هرمونية طبعا، نحن بنشوف انسدادات الأنف كتير بالعمر حول البلوغ، سواء عند الفتيات أو الذكور أو الأنثى في سن الحمل، بسبب عنا انسداد حملي، هذا انسداد أنف حملي، هذا سبب هرموني بحت نتيجة تأثر الجسم بالهرمونات، المخاطيات بترتكس وتتوزع. إذا رحنا شوي للأعمار الأكبر يمكن لازم يعني نفكر شوي إذا كانت قديش فترة الانسداد وهيك، وإذا ما كان في مشكلة تحسسية قبل يمكن لازم نفكر شوي بالأورام سواء السليمة أو الخبيثة. يعني دكتورة مثل ما حكيتي يمكن أكثر الناس اللي بنلاحظ عندهم هذا العرض هن اللي عندهم مرضى التحسس الأشياء بمختلف الأشياء. تمام أه. خلينا نقول إيمت بيصير في مؤهب، شو الشيء اللي بيأهب ظهور انسداد الأنف؟ هل هي في مثل ما قلنا بالبداية الفصول، تبدل الفصول، أم مثلا استنشاق أنواع معينة من الروائح ممكن يحفز هذا الشيء؟ هلأ التحسس له أنواع، أو تحسس فصلي أو تحسس سنوي. التحسس الفصلي اللي بيرتبط بفصل معين، التحسس السنوي اللي بيصير على مدار السنة. الحقيقة أنه نحن نعرف كعامل محسس صعب كتير،
نحن بنعتمد على القصة السريرية، وفي طبعا اختبارات فيما بعد بتصير. نحن بنعطي مواد محسسة بكميات ضئيلة للإنسان، اختبارات الجلدية، مشان نحن نعرف. معظم 90% من النتائج بتيجينا من العدة المنزلي وغبار الطلع. بس المريض هو بيجي لعنا بيقلنا أنا شميت زيت، أنا شميت عطر، أنا شميت، هو اللي بيعرف أكثر منا أنا شو اللي عم يضايقه. أنا ما في أقعد بغرفة فيها دخان، أنا ما فيني أقعد بغرفة مثلا مسكرة، أنا نتيجة تنظيف صار معي هيك. فهي يعني من القصة السريرية نحن بنعرف على الأغلب هو من شو بتضايق. هلأ شو المحفزات تبعها؟ هو العامل المحسس، هو هذا الشيء يلي حرض الارتكاز التحسسي عنده، وبالتالي حرض الحالة الانسدادية. طيب خلينا نحكي عن مشاكل انسداد الأنف للأطفال. يعني هي المشكلة شائعة كتير، خصوصا عند الأمهات، وطريقة التعامل معها تختلف، لأنه ممكن تؤدي لتفاقم المشكلة وممكن تؤدي لمعالجتها بطريقة كتير سليمة وصحية. دائما بيقولوا لك الأمهات أنه انسداد الأنف عند الأطفال تجينا ليلا أكثر، يعني الهجمات الحسية أقوى هي ليلا عند الأطفال. هلأ هن بتضايقوا ليلا لأنه الطفل ما فينا، لانه بصير في عندنا صعوبه بالنوم، فبيكون مرهق بالنسبه للطفل ومرهق بالنسبه للام. صحيح. هلا ممكن يكون يعني ممكن في يكون في ضوجان، وممكن يكون في الاعراض الانسداديه الثانيه اللي هي الشخير. بس نحن اللي بنخاف فيه على المدى الطويل من الانسداد الانفي هو مضاعفاته عند الاطفال. يعني اول شيء بنخاف من الارتكاسات على الأذن، منخاف أنه يصير في سعال مزمن، منخاف من التشوهات اللي بتصير اللي ممكن تأدينا نحن نودي على أطباء التقويم فيما بعد، تشوهات الفك وهي القصص. يضاف لها لهيك النكد والضوجان يعني الطفل أحياناً كتير خصوصاً بأعمار صغيرة ما كتير في يعبر. صحيح. بس أنه بيكون لأنه في قلة نوم، لما في نحن نقص أكسجين عند الطفل بيكون نحن في قلة نوم، في عدم شبع من النوم، فبيضل ضايج طول النهار. فالأم بتيجي بأعراض يعني إرهاق وخوف بنفس الوقت، هي كمان حتى مرهقة مع الطفل. طيب دكتورة، ممكن سؤال هيك، بلاحظ عند أغلب اللي بيعانوا من أمراض بالمنطقة التنفسية سواء بالأنف أو بالصدر بتتفاقم هاي المشاكل ليلا، شو ارتباط النوم بتزايد او نقص الاكسجين او حتى ظهور المشاكل؟ مثلا اللي بيكون مثلا مريض بيسعل بنلاقي تهيج السعال عنده ليلا اكثر، شو السبب؟ هلا بالنسبه لتهيج السعال، انت الوضعيه اللي بتاخذيها بالنوم هي وضعيه الاضطجاع، المفرزات هي عم تزيد وترجع لورا اكثر بهي نتيجه هي الوضعيه، رجعت المفرزات اكثر، نزلت على الحنجره اكثر، خرشت. نحن كل الناس اللي بيعانوا من السعال التحسسي تحديدا بنقول لهم حطوا مخدتين، خصوصا وقت الهجمه، انه ارفعوا حالكم شوي لحتى هاي المفرزات تنزل بطريقه من الامام او تنزل بطريقه اسهل بحيث انه ما تيجي على الحنجره وتخرش هاي القصص. يضاف لهيك يعني نحن بالنسبه يضاف لهيك يعني بالنسبه لنا نحن وضعيه الاضطجاع هي الوضعيه الاساسيه اللي بتفاقم هاي القصص، اللي بتفاقم وضعيه الانسداد. طيب خلينا نحكي عن المشاكل الصحية، يعني مع استمرار مشكلة انسداد الأنف المزمن شو ممكن يؤدي؟ يعني ذكرتي بعض التفاصيل أنه ممكن تعمل مشاكل عند الأطفال، الاستمرار فيها، لأنه أحيانا كثير من الناس بتقول لك أنه عادي رشح أو شيء ممكن يروح مع الوقت، لا بتلاقي المشكلة عم تتفاقم، شو الآثار الصحية مع استمرار هي المشكلة؟ هلا إذا كانت المشكلة مؤقتة يعني نحن رشحنا فهي خلص، هي شغلة كم يوم وبتروح. حتى المشاكل التحسسية المحدودة يعني أنا نتيجة تعرضت لنوبة تحسسية بفترة زمنية معينة فهي كمان بتنحمل وتمشي، بس هي المشاكل على المدى الطويل بالنسبة لنا هي اللي فيها قصص، الصداع المزمن، قلة الإنتاجية بالعمل، لأنه أصلاً هو الإنسان بيكون هو رايح مانو مثل الأطفال مثل مانو شبعان نوم. نحن كتير منخاف عند الناس اللي بيكون عندهم مشاكل تحسسية وقلة نوم حتى من حالات القيادة الصباحية، يعني لأنه هو بالفعل ما بيكون نايم كتير. بعدين في عنا مشاكل الجيوب، نحن الأنف في عنده مجاورات كثير، في عنا مشاكل الجيوب، انسدادات الأنف بتسد فوهات الجيوب، بتفوتنا بهي القصص الثانية تبع التهابات الجيوب المزمنة، ما يليها من خراجات، ما يليها من مشاكل
مشاكل صارت بالطرق التنفسية العلوية كلها. نرجع على القصة الثانية اللي هو السعال، اللي هو يمكن أكثر الأعراض المزعجة بالنسبة للمرضى، اللي أنا عندي سعال مزمن، أنا ما عم بهدى نتيجة هاي الأساس وهي المفرزات اللي عم تيجي على الجهاز التنفس السفلي نتيجة انسداد الجهاز التنفسي العلوي. طيب دكتورة، بشكل عام اللي بيكونوا عندهم هذا النوع من العرض اللي هو انسداد الأنف المرافق لأمراض حضرتك حكيتي عنها، كل فترة أو كل حالة معينة بيمروا فيها هجمة أو سبب معين أو محفزات فبيضطروا ياخذوا أدوية لفترات طويلة. في ناس كتير بتهمل بهذا الشيء، وفي ناس لا، خلص أنا أخذت هذا الدواء مرة وارتحت عليه بصير باخده دائما حتى بدون ما راجع الطبيب، بس حس أني أنا مزعوج. هل هذا الشيء صح؟ لا، لازم أنا كل مرة يكون في عندي دواء أو في شيء مسموح فيه أنت بتسمحوا فيه مثل غسول الأنف وما إلى ذلك من هاي الأدوية اللي بنسمع عنها؟ هلأ هو صح ومو صح. يعني إذا كان المريض متابع من قبل الطبيب والطبيب شارح الحالة بشكل كامل بحيث أنه أنا عندي هجمات تحسسية، هاي الهجمات التحسسية بدها نوع من الأدوية اللي أنت ممكن تأخذها وقت الهجمة وقت الهجمة مو بشكل مستمر. يعني نحن بيجونا يعني أنه أنا صلي سنة على البخاخ، يعني أنت شو عم تعمل بحالك وشو عم تعمل فينا، لأنه عم يفقد الجسم، لا صار العلاج بالنسبة لنا كتير صعب. أصعب هلأ إذا التزم بالتعليمات بالفترة ممكن يكون هذا الشيء صح، بس نحن في عنا مشكلة أساسية أنه هو ممكن يكون رشح، يعني النحو ممكن يكون أخذ علاج للشيء وهو عم يعاني من شيء ثاني. ممكن هو يكون فات بالتهاب جيوب بحيث أنه هذا العلاج ما بقى يكفي. هلأ في ناس نحن نشرح لهم الحالة المرضية اللي بتكون عبارة عن حالتين، اللي هي بتكون مشكلة انسدادية نتيجة انحراف الوتيرة، والتي هي بتكون مشكلة تحسسية بسبب عنا ضخامة بالأنسجة، ونحن بنقول لهم أنه هذا الشيء ما رح ينحل، يعني بينحل جزئيا بالأدوية، الشق الثاني تبعه هو شق جراحي. فيمكن في شوي هيك كلمة الجراحة بتخوف شوي، فهو بيضل على الأدوية مشان هو ما يسمع هالكلمة يرجع من طبيبه ويرجع عنده. يعني إذا كان المريض، برجع بقلك إذا كان المريض متابع، شق جراحي شو بنقصد فيه؟ يعني كيف حكمت معه؟ إصلاح الانسدادات، لا لك شغل، أنت لما صار عندك تحسس أنت صار عندك انسداد أنف. هلأ هذا الانسداد في حال وجود انسداد تاني بنيوي ناجم عن أنه حاجز الأنف الناصف رايح لأحد الطرفين، فهو تفاقمت المشكلة. بينما أنا إذا ما عندي هاي المشكلة أساسية، فأنا متى ما راحت الحالة التحسسية عندي راحت القصة. إذا صارت الحالة التحسسية عندي مزمنة، ممكن حتى ضخامة الأنسجة ما بقى تروح، يعني ما بقى ترتكس على الأدوية. نوصل للحل الجراحي اللي ممكن فيها هي قص القرينات، خزع القرينات لنريح المريض من السبب الانسدادي وليس السبب التحسسي. يعني أنا دائما بشرح لمرضاي، أنا وقت الهجمة بريحكم من الانسداد، بطل ينسد الأنف، بس أنت قابلية التحسس عندك موجودة، يعني بدك تضل تعطس، بدك تضل تدمع، بدك تضل هي ما إلى أبدا، هي حل جزوة تحسسي، هي تربة تحسسية عند الشخص. يعني هي استعداد جايكي أنت بالوراثة عندك، هذا بضل، بس نحن منحل النتائج الناجمة عنها طبعا بعد استنفاذ الفرص العلاجية الدوائية. طيب لما نحكي عن الجيوب والناميات، انه مثلا شخص عنده جيوب عنده ناميات بيتم كويون، كمان بيأثر على انسداد الأنف ولا ما له علاقة؟ هلأ يعني شكرا انك ضويتي على هالأسئلة لشغلة كتير مهمة. بيجوا عندي كتير انه نحن عنا جيوب، اكيد نحن عنا جيوب، كل العالم عنده تماما هيك. الجيوب هي بنية موجودة بشكل طبيعي بشكل طبيعي، بس هي المشكلة التهابات الجيوب المتكررة. هلأ شوي رح ارجع للأطفال. نحن انا الأطفال عندي كتير بيقولوا ما بتهاون بهي الأساس، أول ما حس انه في أعراض انسدادية في شخير كذا فورا نحن بنطلب صورة، لأن نحن نفي ضخامة الناميات، وفي حال وجود ضخامة ناميات تجرف، ما بنستنى. يعني كثير من الأهل، دكتورة علا لا تستنوا، رح تفوتوا بعدين بحلقة مفرغة. يعني تجريف الناميات هو صحيح عمل جراحي خلينا نقول بسيط، ما له كثير معقد، بس هو بيقيكم من التهابات الأذن، من نقص السمع اللي بده يصير فيما بعد، من تشوهات الفكية اللي عم تصير، من الخمول. يعني بيريح، لأنه أنا دائما بشبه لهم أنه أنتوا كأنه ماسكين الولد ومسكرين لأنفه وتمه وعم تقولوا له تنفس، تماما هذا هو شعور الطفل، وهذا بينعكس بالارتياح اللي بيجوا فيه الأهل بعدين. دكتورة صار ابننا ينام، يعني ما عاد نسينا من هالأساس. الجيوب، مشكلة الجيوب أو التهابات الجيوب المزمنة يجب أن تشخص من قبل الطبيب،
وكثير عند العامة في لغط بين ضخامة القرينات أو ضخامة الأنسجة اللي بالأنف وبين التهابات الجيوب. ليس كل ضخامة تؤدي إلى التهابات الجيوب. صحيح. الضخامة المستمرة المزمنة اللي نحن ما عالجناها تؤدي إلى انسداد فوهة هاي الفراغات الهوائية الموجودة بالوجه، تجمع السوائل، تجمع السوائل بحفز نمو جراثيم فيها بيؤدي فينا إلى التهاب جيوب. بس مو كل هذا، يعني مو أي حالة بتؤدي إلى هاي الحالة. صحيح. طيب دكتورة، بعض هاي الحالات أو الأغلب منها بحاجة لمراجعة طبيب وتشخيص سريري، لأنه التشخيص السريري هو الفيصل بكتير من هاي الأمور. هل يحتاج بعض هاي الالتهابات أو الحالات اللي حضرتك شرحتيها لا نوع من أنواع التصوير، يعني أنه المطلوب مثلا نعرف الأسنان بيروح قبل ما يروح لعنده بيقول عمل لي صورة شعاعية أو صورة بانورامية أو ما إلى ذلك، هل بحاجة هاي الحالات لنوع من أنواع الأشعة قبل ما يروح لعند الطبيب لحتى تسهل موضوع التشخيص السريري؟ أبداً لا، تختلف حسب الحالة. ويجب أن يكون طلب الأشعة من قبل الطبيب فقط، يعني نحن ما بنستبق الأمور. أنا بدي أصور لأعرف شو صاير عندي. في كان نحن عندنا وضعيات صور أشعة بسيطة بوضعيات معينة نحن بنسميها التهاب الجيوب، إيه إنه بتورجينا الجيوب. طبعاً هاي القصص وهي الصور كلياتها بطلت بعد ما ظهر الطبق المحوري، لأنه هو بيعطينا بشرائح متعددة والأدق وهي القصص. وبحالات التحسس تحديداً ما لي بحاجة لصورة شعاعية، بيبين دغري فورا، بيبين بالفحص السريري. فأنا دكتورة عملت هاي الصورة، ما كان في داعي تعملها، أحيان كثير أنا ما بشوفها. يعني إذا كانت صورة طبقي محوري بدرسها أوكي، بس إنه صورة بسيطة أنا ما بشوفها، أنا كل المعلومات أخذتها عندي من الفحص السريري. التسرع للإجراءات قبل استشارة الطبيب هو شيء خاطئ، حتى على فكرة بالنسبة لأطباء الأسنان. يعني في كتير عالم بيقولوا إنه أنا رحت عملت بانوراما بيكون الطبيب بده صورة للسن بس. يعني أنا هاي الصورة كلها ما بديها. وهي أهم شيء مثل ما قلتي دكتورة استشارة الطبيب. بس خلينا بما إنه حكينا على الناميات وتجريف الناميات، دائما بنسمع إنه مثلا أنا عملت تجريف للناميات أو كوي للناميات لكن هي قابلة إنه ترجع، يعني بتلاقيها بترجع بتنمو، شو السبب وكل قد ايه ممكن ترجع؟ هلا خلينا نقول شغل الناميات عند الأطفال، ناميات عند الأطفال أكثر شيء شائع. لا، الناميات غير القرينات، هي دائما القصة اللي بيخربطوا فيها العالم. الناميات هي نسيج موجود بالبلعوم الأنفي، القرينات هي النسيج الموجود بالأنف الموجود عندنا كلياتنا. الناميات تتراجع، تبدأ بالتراجع بعد عمر 8 سنين. يعني أنا المفروض أنا إذا عملت صورة شعاعية ليافع بعمر 12 سنة إني أنا ما أشوف نسيج ناميات. تمام. هلأ ممكن ترجع إيه؟ إيمت؟ ذروة نمو الناميات بالعمر بين 5 و8 سنوات أو هاي 3 سنين تنمو فيهم بشكل كتير كبير. أنا إذا جرفت قبل عمر 5 سنوات إيه ممكن نتيجة نمو ممكن ترجع، بس بجوز ما تعمل لي أسباب انسدادية. بس أنا إذا إجا عندي طفل بثلاث سنوات عندي ضخامة الناميات سادة، ما فيني أقول له لا استنى لبعد 8 سنين بتتراجع. صحيح. أنت في عندك سنوات فيها نوعية حياة، وحتى لو اضطريت تجرفي بعد 5 سنين على أن هاي الصورة تكون موضحة للأهل قبل، أنه نحن جرفنا ممكن ينمو ممكن لا بعد عمر 5 سنوات، وليس كل نمو بعد عمر 5 سنوات يستوجب إعادة التجريف. صحيح. تمام. بس أنت في عندك نوعية هاي العمر، ما فيكي أنت تغامري بالاختلاطات اللي ممكن تصير لأنتي للتراجع بعد عمر 8 سنوات. صحيح. هذا شيء مرفوض. يعني بدنا نشكرك دكتورة ميس على كل المعلومات اللي قدمتي لنا، شكرا كثير لك. شكرا لك دكتورة.